وصفة سحرية في التقشير بتجيب نتيجة هايلة، من أقوى ومن أحسن ومن أغلى أنواع المقشرات، مقشر أحماض الفواكه، وهنعمله بطريقة سهلة وناجحة، وهيكون سيرم ممتاز جدا، وهنعمله في البيت بمكونات بسيطة. ويا رب الوصفة تعجبكم. الوصفات الطبيعية بتجيب معانا نتيجة هايلة، بس لما نستمر عليها فترات طويلة، مش زي الوصفات المصنعة أو اللي بنشتريها، دي بتجيب نتيجة سريعة، لأن طبعا بيبقوا حاطين فيها مواد بتساعد على التقشير أفضل. طبعا كلنا عارفين إن جلسات التقشير غالية جدا. يلا بينا نشوف وصفتنا النهاردة عبارة عن إيه. النهاردة هنعمل تقشير البشرة بالأحماض الطبيعية، والمنتج ده بيبقى غالي جدا. والنهارده اخترنا عشبة من مطبخنا كلنا عارفينها، وهي عشبة الكركديه. طب ليه احنا اخترنا عشبة الكركديه بالذات؟ لأنها عشبة غنية جدا بالمعادن وبالبروتينات، وفيها عنصرين مهمين جدا، وهو الاستريك والمليك. والاستريك والمليك دول بيحتووا على معادن ومضادات للأكسدة عالية جدا، وبيفيدوا البشرة جدا. وكمان الكركديه بيحتوي على مادة الاستريك، اللي هي مسؤولة على اللي بتكسر سوري البروسيك، اللي هو مسؤول عن حمض عن سوري الشيخوخة في البشرة. نرجع بقى لوصفتنا. هناخد كوباية من المية، عليها معلقة من عشبة الكركديه، وهنسيبها منقوعة. يعني أنا محضرة المنقوع ده قبليها ب24 ساعة، عشان خاطر ما ينفعش نغليها، لأن لو غليناها هنكسر كل المعادن دي. هنيجي بقى طبعا، انا حطيت زي ما انتم شايفين كده، جبت علبة من الزبادي وسبتها 4 ساعات بره التلاجة. طب ليه انا عملت كده؟ عشان طبعا كلنا عارفين حمض اللاكتيك، وده طبعا كلنا هنقول بنحصل عليه من اللبن، بس اللي اقوى من اللبن اللي هو الشرش بتاع اللبن. عارفين الستات اللي بيبيعوا الجبنة القديمة، الجبنة سوري القريش، في ميه، هو ده بيبقى شرش لبن. بس طبعا ده لو اخدناه بيبقى متعرض للهواء ومتعرض للبكتيريا ومتعرض للتلوثات، فما ينفعش نحطه على بشرتنا. انا عارفه ان هتلاقوا الكلام مختلف، بس لازم اشرح الحاجات دي عشان تبقوا عارفين احنا بنحط ليه الحاجات دي. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ هجيب علبه زبادي، هسيبها بره التلاجة 4 ساعات، هيتكون ميه، والميه دي مهمه جدا 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 فوق ما تتخيلوا. اوعوا ترموها، مهمه للمعده. لما تجيبي كمان تعملي زبادي في البيت اعمليها بالطريقه دي. جيبي علبه زبادي خليها ليله كامله بره التلاجة، وبعدين اعملي بيها الزبادي، هتحصلي على حمض اللاكتيك، هيفيد بشرتك، هيفيد معدتك، هيفيد صحة اولادك، وهنبقى يعني خدنا وصفة غنية جدا. بعد كده هجيب اخر مكون معايا، وهو الصبار. هاخد معلقة جيل صبار كبيرة واقلبها كويس جدا. وهنا كده بعد ما قلبتها، انا ضربتها بالهاند بلندر بصراحة عشان اخدش وقت، عشان لكن بشوكة رغاوي دي هتنتهي خالص. هنا انا عندي عبوة زجاجة دواء فاضية، وعندي كمان القطارة ديت، يعني لو مفيش دي او دي ممكن تحطيه في علبة عادية خالص، ولو مفيش مش عارفة تحصلي على القطارة او على العبوة ديت. هشرح لكم ازاي نعملها كده. انا خلصت الوصفة بتاعتي، ودي الشكل النهائي بتاعي. وطبعا عشبة الكركديه عشبة غنية جدا زي ما قلنا، بمادتين الاستريك والمليك، ودول مادتين مهمين جدا، فيها مضادات اكسدة عالية جدا. اغلبية المقشرات اللي بره غالية جدا، بيعدي تمنها 500 جنيه، وطبعا مع ظل ارتفاع الاسعار اللي احنا بيها ممكن يوصل ال1000. كده انا بجرب الوصفة معاكم، ولازم بسيبها ترتاح 24 ساعة على الاقل، وبعدين استخدمها.
بص بتتحط، ما بتديش لون احمر. الناس اللي خايفه انه يكون بشرتها لون احمر، هي على بشره ايدي ما فيش. المقشر ده بياخد من حسب كل واحد على نوع بشرته، ممكن ياخد معاكي من اسبوعين لثلاث اسابيع بشرتك تتقشر. وكمان هتلاقي اختلاف تام في بشرتك لو في اثار حبوب، لو في تصبغات من الشمس. وطبعا دي بشرة، دي وصفة سوري طبيعية، بنعملها بمكونات طبيعية، ما بنحضرش كميات كبيرة طبعا، عشان احنا ما فيش اللي هو جل الصبار اللي مضة حافظة. طبعا ما ينفعش نحط جل الصبار العادي، لان العادي بيتأكسد في خلال 8 ساعات، فبالتالي الوصفة بتاعتنا هتبوظ. نحرص على شرب مية كتير، نشوف الانيميا، نشوف كل حاجة. بقولها هنا كمان، ادي الزبادي، حصلنا على معلقة من شرش اللبن من الزبادي، وده عنصر مهم جدا اللي هو حمض اللاكتيك، مفيد جدا للبشرة، بيعمل على تقشير البشرة بطريقة فعالة جدا من أول استخدام هيبان معانا. طبعا لازم اختبار الحساسية لأي وصفة طبيعية، سواء من قناتي أو من أي قناة تانية. دي النهاردة وصفتنا. طب نستخدمها ازاي؟ هنضف بشرتي زي ما قلت لكم. هنا انا بستخدم الصبار، بيبقى مكتوب عليه 99% من جل الصبار، لان الباقي بيبقى مصنع فبيبقاش كويس للبشرة. اهم حاجة لما تختاري جل الصبار يبقى مكتوب عليه 99% جل صبار. طبعا بيحط مواد حافظة، وده بيفيد مش بيضر. هنيجي بقى لوصفتنا النهاردة، هنستخدمها ازاي. هنستخدمها نغسل ننضف بشرتنا كويس جدا، وبعد كده هحط الوصفة بتاعتي. طبعا اهم حاجة الرقبة، لازم اخد الرقبة بحركات من فوق لتحت، حركات دائرية على البشرة. وفي نفس الوقت هسيبها ساعتين، مش هغسلها، لان دي وشرة، لان دي وصفة سوري طبيعية. وبعد كده هحط اي مرطب انا بستخدمه زي ما انت عايزة. في خلال من اسبوعين لثلاث اسابيع هتتفاجئي بمنظر بشرتك. اتمنى ان تكون الوصفة عجبتكم. بنعتمد على الحاجات الطبيعية، وصفة فعالة بتجيب نتيجة معانا. التقشير بقى غالي جدا، يعني لو رحتي اي مركز تجميل جلسة التقشير فيه بتعدي الالافات. ولو جبنا اي مقشر سعره كام، في حوالي من 500 ل 700، مش صراحة دلوقتي مش عارفة سعره كام، بس طبعا في ظل ارتفاع الأسعار ديت بقى عالي جدا. تدليك الرقبة من فوق لتحت، وكده وصفتنا خلصت. أتمنى تكون الوصفة سهلة وبسيطة، ما فيهاش أي حاجة معقدة. ولو عجبتكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل لوصول كل فيديو جديد. وأشوفكم في فيديو جديد بإذن الله.